بابا رح ياكل معنا؟ الظاهر خايف يقعد على السفرة مع أمي ناجين. أنت خدي له الأكل على غرفته. أمي ناجين، لا تواخذيني الله يخليكي، قراراتك هي اللي بتكون صح، وبتعرفي منيح شو لازم تعملي أكتر منا. بس أنا برأيي إنك تسمعي كاظم آغا. وشو رح يقول يا ترى؟ وهو شو عنده شي يقوله يا فاطمة؟ ما رح تعرفي لحتى تسمعي. ورجي إنه قلبك كبير كتير واسمحي له إنه يحكي معك. بخاف إذا أنت ما سمعتي هلأ تندمي بعدين. أنا كتير سمعته وصدقت كلامه، وندماني على شغلة وحدة وهي إني صدقت أكاذيبه. وشو ما كان بده يقول رح يقدر يرجع لي جمال؟ النار شاعلة جوات قلبي، يا ترى بيقدر يطفيها ويبرد لي اياه؟ أمي ناجين، وجع خسارة الابن أنا ما بتمناه حتى للعدو، بس هو حتى لو إنه قتل أخوه بضل ابني، وما صفيان لك بالدنيا غير هذا الابن. فاطمة لا تضغطي على أمي ناجين، حتى لو إنه سمحت له يحكي، عملت كاظم ما بتنغفر أبدا. الجرح اللي بقلب أمنا ناجين ما في أي شي بيداوي. مساء الخير يا أمي. ما عاد فيني أصبر أكتر، هاي الليلة لازم لاقي ابني مشان أخده وأرجع. كيف رح ندور عليه بالليل؟ بلكي نحن مسكنا، فكرت؟ إذا خايف بروح لحالي. علي، أنا عم بقلك للصبح، لا تجنني. ليش منعمل اللي أنت بتقوله؟ ها؟ خلينا نساوي اللي أنا بقوله. ماشي، روح. مفكر بتقدر تلاقي لحالك بدون مساعدتي؟ يلا، روح. ماشي، بكرة منروح. رح ننهي هالشغلة من الصبح بكير، والمسا بيكون ابنك بحضنك، لا تقلق.